مرحبا بك فاميليا، لاباس؟ الامور على خير؟ الله يبارك فيك، شكرا بزاف على الاستضافه. شكرا حيت جيتي. الله يبارك فيك، مرحبا. نهار كبير. شكون هي مريم وشكون هي فاميليا؟ ها بون، فاميليا كيف ما كتعرفوا، كيف ما كيعرفوا الدراري، صانعه محتوى المواقع التواصل الاجتماعي. كندير تحليل المواضيع، الاخبار، الفن، وسيرتو موسيقى الزنقه، الراب. بالنسبه لمريم، مريم بحال كاع الناس، في مريم العامله، في مريم الام، في مريم الزوجه. شي اللي كاين فاميليا، الى جانب صناعه المحتوى شنو كديري في حياتك؟ عندك شي خدمه اخرى؟ تقنيه مختبر كيف ما قلت لك في القطاع العام، هذه هي الخدمه اللي عندي زعما اكبر. شنو كتفضلي؟ هما بجوج، ولكن صناعة المحتوى كتدي لي وقت بزاف، وكنحس بها قريبه لداكشي اللي كنبغي اكثر. منين جا هذا الحب ديالك للراب؟ هو الراب الصراحه شحال هادي زعما من المراهقه ديالي انا كيعجبني هذا الفن، وكنت كنبان طفره ما بين صحاباتي وداكشي، كنبان زعما بحال كيشوفوا فيا مرجله شي شويه، تقولوا هادي اش تصنطل هذا النوع ديال الموسيقى القاصح، وهادي كيفاش زعما بلانكو هادي. صافي بقيت كنصنت لي بيني وبين راسي الصراحه، امتى غتجيني الفكره انني ندير المحتوى واللي عنده علاقه بالراب؟ هي فاش استقلت، حسيت براسي استقلت، يعني قريت، شديت الدبلوم ديالي، خدمت، تزوجت، يعني وليت كنحس براسي مستقره اكثر، وليت قادره انني نتخذ قرارات اللي انا عاجبيني من راسي، يعني ما ناثرش على شي واحد، زعما ما ياثرش على شي واحد اخر. وعلاش اختاريتي بالضبط ديري ريفيوز على الرابرز والاغاني ديال الراب وماشي انت ديري الراب؟ انا الصراحه الراب كيف ما قلت لك انا كنبغيه ملي كنت صغيره. المشكل اللي كان عندي علاش ربما ما درتش المحتوى شحال هادي، وكان يكون حسن كون درتو شحال هادي، ولكن علاش ما درتوش؟ حيت كاملنا كنعرفوا النظره ديال الاباء ديالنا، ديال الناس الكبار للراب، كيقولوا واحد الفن اللي فيه تخصال الهضره، واحد الفن ديال الشمكاره، اللي تسمحوا لي على لومو، فهمتيني؟ يعني ما مقبولش. انا العكس، انا فاش كنت مزك ليه كنجتمع بلي الناس راه عندهم واحد الرساله، عندهم واحد الهدف، ربما احسن من الموسيقى، ما بغيتش زعما سميتو، ولكن ربما احسن من الاغنيه الشبابيه اللي اغلبيه كتهضر على الحب. الحب حتى هو زعما شي حاجه مزيانه واللي كاينه في المجتمع ديالنا، واللي مره نتمزكوا لها ماشي مشكل، مي كاين مواضيع اخرى، وكاين حاجات اخرى. هادشي علاش انا كندير ريفيوز على التراكات ديال الراب اللي فغيمون كتكون فيهم رساله وكيكون فيهم ميساج. راه كاين تراكات الراب اللي حتى هما تيكونوا يعني بازين على الموسيقى. واش فايت لك قلتي العائله ديالك انك باغه تغني الراب، باغه تنفتحي على عالم الراب، وقالوا لك لا؟ الصراحه ما قلتها لهمش، حيت انا عارفه اوتوماتيكمون الرد ديالهم. يعني مدينه خنيف راه كيف ما قلت لك منطقه اللي شي شويه صغيره، محافظه، الناس تما قلالين ومعروفين، يعني ما بحال هذا الشيء غادي تجيهم بحال كديري شي حاجه خايبه. هذا من واحد الجانب. من جانب اخر عاوتاني كيقولوا بلي راه بحال هذا الشيء غيلهيك على قرايتك، بالنسبه لهم تما خاصك تقرا باش تخدم، فهمتيني؟ يعني انا عارفه الرد ديالهم، دونك انا بقيت بعيده على هادشي، حيت ما قدرتش ناخذ صراحه، ما كانتش عندي الجراه انني ناخذ قرار وندير داكشي اللي بغيت زعما، وناخذ داك لو ريسك. هادشي علاش عطلتو، حتى حسيت بواحد الاستقلاليه، الا بغينا نقولوا. تزوجتي عاد درتي؟ تزوجت، عاد درت. لقيتي الدعم من طرف الزوج ديالك؟ بيان سور، كون ما لقيتش الدعم منو حتى هو ما غاديش ندير شي حاجه. يعني زوج قريب لي في لاج، عندنا نفس الا بغينا نقول، يعني قرابين في الافكار، قرابين في الذوق الموسيقي، متفاهمين على بزاف ديال الحوايج، دونك ما لقيت منه غير الدعم الصراحه. حتى هو فان ديال الراب؟ حتى هو فان ديال الراب. هي بيان سور هو اللي كيدير المونتاج للحلقات ديالك؟ حتى هو باغمي الدراري اللي معايا في ليكيب. ما عندوش مشكل على انك ديري داك المحتوى، ان الناس يشوفوك، ان الناس ينتقدوك؟ لا بالعكس الصراحه، كان واحد التشجيع منه. يعني في الاول فاش عاد دخلت على المحتوى راكي عارفه، كان شويه ديال الانتقادات، وكان شي شويه ديال بحال داك الشيء اللي ما كيخليش حتى البنات في هاد الدومين ديال الراب يكملوا. الا رديتي البال راهم قلالات، راه هذا السبب الرئيسي اللي ما كيخليهمش يكملوا، هو هاد الانتقاد. يعني تعيي تعطي له ماكسيموم ديالك، وفي الاخر كيجيو يقولوا لك كوزينتك، واللي تيقولها لك تلقاه هو اصلا ما فاهم والو، غير كيقولها لك حيت انتيا مراه، ولا حيت انتيا وليه كيف ما كيقولوا، فهمتي؟ الوغ هو ديك الساعه كيقول لي لا، ما تشوفيش دوك لي كومونتير، شوفي لي لايك، شوفي الناس عاوتاني اللي كتبارطاجيك، الناس اللي كتبغي كملي. علاش الناس كيشوفوا فكرك مرجله؟
ماشي كلشي الصراحه ما نعموش، وحتى الافكار ديال الناس يعني بدات شي شويه ديال داك النوع اللي كان كيقول بلي البنت اللي كتمزك للراب راه مرجله، حتى داك النوع ولا كيفهم شي شويه ولا مفاتح شي شويه، يعني الشباب ما كتلقاش معاهم مشكل شويه اللي ربما ماشي من الجينيراسيون ديالنا، ولا كيقول بلي هذا الفن اصلا راه غير وسخ، ما كيقدرش الفن باش يقدرك انت. دابا انت تبارك الله مرا مزوجه ربات بيت ام، كتفهمي في الراب الكلاشات ديال روابا، قليل فاش كنشوفوا هاد البروفايلات هاد، كي درتي لها؟ كي درت زعما جمعت بيناتهم كامل، جمعتي بين هادشي كامل. عادي، على الرابور ماشي من حقها انها تزوج وماشي من حقها انها تولد، كيف ما زعما اي وحده قدامه في شي دومين ولا شي وحده كدير صناعه المحتوى في شي كونسيبت اخر، يعني المراه هي هذه المراه، يعني خاصها تتزوج كتولد الى جبتها الظروف الى بغات، بيان سور ماشي راه بالضروره داكشي مكاتب، وامي طوك كدير داكشي اللي كتبغي، يعني الراب ماشي نقش من الانوثه ديال المراه. لا ما عندها حتى شي علاقه. الكلاش مع الرابور بوز شنو القصه ديالو؟ الصراحه ما بقيتش باغا نهضر عليه، مي ماشي مشكل بالنسبه لهذا الرابر. المشكل اللي كان هو انا من ديما كندير ريفيوز للتراكات ديالو، حيت باغمي التراكات اللي كما قلت لك تلقى فيهم ما نقول فريمون، كيكون علاج ديال المواضيع بارفوا، كيكونوا رسائل، كتكون الهضره على الشعب، وهذه يعني كنلقانا فاش غادي نهضر، وكيكون الميتافور، كيكون شي شويه الميتافور، يعني ماشي اي واحد يفهمه، يعني خاص شي شويه ديال البحث، شي شويه ديال الشرح، هادشي علاش انا هذا هو زعما هذا هو الكونسيبت ديالي، ماشي رياكسيون مي ريفيو، كنحلل. بون انا ديما كنت خدامه معاه، ديما كيعطيني الشابو، ديما زعما ديما كيقول لي تبارك الله عليك، راه داكشي اللي بغينا نوصلوه هو فعلا اللي كتوصلي، قالها قدام الناس، قالها بيني وبينو. واحد النهار وقع مشكل بينه وبين واحد عشيرو برمودا، هذاك عشيرو انا عارفه باللي معاه في ليكيب، زعما كان فيما تلاقيت سبوز انا كيكون معاه، كاينش مشكل. هو رابر برمودا ياك؟ حتى هو رابر، هو عشير رابر بليطو. هو عشيرو بغيتي تقولي سميت؟ لا حيت دابا بوز رابر عارفينو الناس، مي هو عشير كيقولوا ليه غير عشير رابر. هذاك عشيرو كان دار التراك واللي كلاشا فيه صاحبه. انا الصراحه فاش عاد سمعته تشوكيت، حتى انا ما كانش عندي ديك ما عندكش عندي ديك الجرأه ديال نخرج ونقول انا راه فهمته بلي راه كلاشا، ولكن ما عنديش ديك الجرأه ديال نخرج ونقول لهم راه كلاشا صاحبه، غتجيني عرفت الناس ما غيتيقونيش. درت ستوري وقلت فيها بلي قلت فيها واش الا كان هادشي اللي فهمت فريمون صحيح راه مشكله. جا عندي نيت هو وقال لي راه داكشي اللي فهمتي هو هذاك، ليكيب اللي خدمت مع داك الطراك حتى هما قالوا لي راه داكشي راه هو هذاك. قلت انا ما عرفتش كما حيت الكلاش ماشي ديما كيكون بيني وبينك مشكل باش غادي نجي كلاشيك، بارفوا راه كنبغيو غير نخلقوا واحد الموفمون في ديك المنطقه ونديروا باز، ولكن راه بطريقه اللي زوينه. انا بعدا كان يعني انا بعدا كان اي زعما بحال هاد الافكار بحال هكا زعما يتحرك الموفمون في ديك المنطقه، سيرتو الاطلس فيه دراري اللي كيكتبوا مزيان وفريمون يعني مازال خاص تسلط عليهم الاضواء. صافي قلت انا ربما كاع راه ربما خلقين هما هادشي نمشي معاهم. صافي درت ريفيو ديالي التراك ديال عشير بوز وقلت بلي راه التراك كلاش البوز، بوز ما عجبوش الحال نورمالمون خاص يشوف مع صاحبه هو اللي كلاش، ما انا درت غير خدمتي اللي هي الريفيو كيف ما كنديرها معاه، ما يمكنش يحصل يقول لي ديريها معايا وما ديرهاش مع صاحبي حيت كلاشاني، فهمتيني كيفاش القضيه. صافي فاش درتها عليه ما قلب علي قلب على صاحبه وقلب عليا انا، ناض كلاشاني. رديت عليه بداكشي اللي كنعرف الريفيو، ما قنعتنيش، رديت عليه حتى داكشي اللي كيعرف الموسيقى والراب. دراتك شي حاجه في داكشي اللي قال في الكلاش ديالو؟ واش غنقول لك، دابا انا فاش كنت خرجت في الريفيو في الاول قلت لهم راه هانيه، هذيك الكلمه اللي قال هانيه كان قال هو واحد لومو كبير، والصراحه انا في الاول قلت حيت الراب هذا فيه تختار الهضره، انا ما حسيتش بداك لومو، من بعد الصراحه شفت لا رياكسيون كيف ما قلتي ديال المحيط ديالي، وهادي ما عجبنيش الحال. قلت على الاقل هو عارفني اش كنسوى، زعما تلاقيت معاه بامال دو فوا، هضرنا بامال دو فوا، يعني عارف اش كنسوى، ما كانش علاش يقول داك لومو هكا كبير، ما كانش علاش يقولوا هذاك الشيء، علاش بقى فيا الحال وزدت درت تراك، يعني ماشي ما اكتفيش غير بريفيو. الا جا واعتذر منك قال لك سمحي لي انا اللي كنت غلط وهذا تسمحي لي؟ بيان سيغ انا هادشي اللي كنطلب منه، انا حاليا بالنسبه لي انا خاصو هو يعتذر، خاصو يعتذر حيت قال شي حاجه ماشي هي هذيك، وحيت انا ما درتش انا شي حاجه، انا درت ريفيو اللي موالفه كندير ليه هو،
فاش درتو ليه هو كان عطاني الشابو، لكن فاش درتو لصاحبو قال لك لا ما يمكن ما يمكنش، فهمتيني؟ هو غلط في حقي الصراحه، ونورمالمون خصو يعتذر. واخا روا با هاد القضيه ديال الاعتذار كتجيهم شي شويه قاصحه زعما ليغو وداكشي، ما خاصوش يعتذر. الوغ كلا واش زادك هادشي شهره، هاد الكلاش اللي طرا بيناتهم؟ الصراحه زادني الشهره، وهادشي جا غير هكاك زعما، جا ما مخطط ليه ما حتى شي حاجه، جا غير هكاك. انا ما فهمتش كيفاش انا داك لومو فاش خرجت، قلت لهم انا ماشي مشكل كلاشيني، انا سمحت ليه ماشي مشكل. هكا كنت في الريفيو ديالي، مي انا تفاجات الصراحه فاش لقيت كاع روابا ناضوا تضامنوا معايا، كلشي دار ستوريات وكيقول لا ما يقولكش داك لومو، انت سميتو عارفينك ما يقولكش داك لومو. شكون هو نجم الكلاشات في المغرب؟ نجم الكلاشات في المغرب هو الصراحة، حيت كلو ستيل ديالو في الكلاش، ولكن اللي كيجيك واعر، حيت كلو ستيل ديالو في الكلاش، فهمتي؟ كاين اللي كيكلاشي بالكتابة، كاين اللي كيكلاشي كل زعما وستيل ديالو. اللي مبدع في هاد، اللي مبدع هاد بوز فلونيت معروف انه يعني حاليا هو مبدع في الكلاشات، ولكن كاين حتى كلاس اي، كلاس اي واعر في الكلاشات عاوتاني. شكون رابور رقم واحد في المغرب؟ صعيبة ولكن بغيت سمية. نعطيك سمية ماشي مشكل، حيت ماشي غير انا اللي كنقول هذا، راه بشهادة حتى روابا اللي معاه في الراب المورفين. كيف كيجيك المستوى ديال البنات اللي كيديروا الراب المغربيات؟ البنات الصراحة كاينات، و زعما بحال دابا خير وميتة مثلا قرطاس نسا، قرطاس نسا واعرة في الراب، ولكن ما كيكملوش، ما كيبانش، كيغبروا بزاف، كيمشيو كيغبروا بزاف ما كيكملوش. انا كنقول كنرجح كيف ما قلت لك زعما السبب ديال انه ما كيكملوش واحد النسبه كبيره الانتقادات، يعني نسبه الانتقادات اللي كتجيهم من الفانز ديال الراب المغربي. الفانز ديال الراب المغربي هي كاينين لي فغي فانز ديال الراب المغربي، هذوك ما كت تيكونوا فاهمين يعني الموفمون، هو مع مزكتيني نقولها لك، ما مزكتينيش ما نقولها لكش. ولكن كاينين شي وحدين غير داخلين، حيت ما كيسمعوش، كيسمعوا كل شيء وما عندهمش واحد العقليه نقيه، كيشوفوا بنت مازال كاع ما سمعكش شنو غتقولي، كيستي بغي يسكتك زعما. من البنات اللي كانوا داروا الراب في واحد لابيريود وغبروا مؤخرا، كاينه ايلي بنت ستاتي اللي كان ايلي اكثر وحده ريزيستات شي شويه الا بغينا نقولوا، راه بقات شاده شحال حتى هي، غير مؤخرا حتى هي غبرات، ما نتمنوا حتى هي ترجع. كيف جاك داكشي اللي كانت كدير ايلي؟ انا ايلي بارمي البنات اللي كنحترموا في الراب المغربي، علاش؟ حيت كيف ما قلت لك هي ريزيستات، هي اكثر وحده بقات في البنات شدات، يعني بقات واحد المده طويله وهي في الراب المغربي، راه غير مؤخرا غير هنا اللي زعما غبرات. كتشوفي ان حلات المجال للبنات اخرين؟ بيان سور، حتى ايلي يعني بارمي البنات اللي بداو يعني بداو الراب المغربي الانثوي الا بغينا نقولوا، وعطات فرصه لبزاف ديال البنات حتى هما انهم يفكروا حتى هما يديروا الراب في المغرب. بالنسبه لك عادي ان البنتيه تخسر الهضره بحال الاولاد اللي كيديروا الراب؟ شوفي دابا تخسر الهضره راه ماشي مرتبطه بالراب، ماشي الراب تيساوي تخسر الهضره. الراب هو واحد الفن، ما كنهضر انا على الراب الاندرغراوند، الاندرغراوند في الراب هو واحد الفن اللي كتوصل فيه الرساله ديالك، ولا كتوصل فيه واحد الميساج. تخسر الهضره كيبقى حريه ديال داك الرابر، واش هو بغى يخسر الهضره، واش هو في طبيعته حتى في الزنقه كيخسر الهضره، كيجي كيخسرها حتى في داك التراك، تيقول لك انا الا ما قلتهاش هكاك راه غير كنكذب، ما خرجاش من القلب، انا جاي كان سميتو هكاك تنقولها حتى في الزنقه نقولها هنايا. وكاين واحد اللي ما كيخسرش الهضره برا، رابر ما كيخسرش الهضره برا، فاش كيجي يدير التراك واندر جراوند وكيبغي يوصل القاصح وهذوك، وما كيخسرش الهضره فريمون في داك التراك. ولكن الا بنت خسرات الهضره، بنت كدير راب كتخسر الهضره، ديك البنت الا كتكدرونجيك هادشي؟ لا انا كيف ما قلت لك انا كنقول يعني هذيك البنت اللي تتخسر الهضره في التراكات راه كتخسرها حتى في الزنقه، يعني المشكل شوف فين كاين المشكل تما، عاوتاني خاصك تقلبي على فين كبرات وفين دارت، فهمتيني؟ هي كتخسرها في الزنقه، تخسرها حتى في التراكات، تخسرها فين مشات، كيقلل منها انها خسرات الهضره. حيت حنا بالنسبه لنا ما كنشوفوش شخصيتها هي كيف ما قلت لك فين كبرات ولا علاش كتخسر الهضره ولا نحاسبوها، فين كنشوفوا موسيقتها وشنو قالت لينا وشنو بغات توصل. وانت عاوتاني كيف ما قلت لك حر، كنتي كتعرف هذاك الرابر كيخسر الهضره وانت ما كيعجبكش يوصل لك الميساج بداك تخسر الهضره ما تمسكليش. شكون هي نمبر 1 دابا في الساحه ديال الراب في البنات؟ في البنات
اش غنقول لك اللي حاكمه لا زون كيف نقولوا وهما كاملات كيغبروا دابا كاملات كيغبروا ما كي ما كيكملوش وقلالات الصراحه كاملات واعرات وانا كاملات كان زعما كنشجعهم وكان ايدهم كنقول لهم كملوا علاش كتوقفوا راه عندكم ما تقولوا كاملات باش ما نفرقش بيناتهم اصلا راهي قلالات اختك باقا شاده تا اختك تتغبر شي شويه تا اختك تتغبر ماشي شي وحده اللي اكتيفيه واش حليوة عاون طوطو في الشهرة ديالو اللي عندو اليوم؟ حليوة عاون بزاف ديال الدراري وهادشي ما يقدر ينكرو حتى شي واحد عاون حتى طوطو هما راه عارفين هادشي مع بعضياتهم وكيبارطاجيو ما عندهمش المشكل وحتى طوطو دابا مازال يعني مازال مصاحب مع حليوة وعارف بلي راه واحد الوقت كانوا هما بجوج كبداو بجوج تعاونوا بجوج يعني ما عندهمش هما المشكل في هادشي كي كيجيك طوطو؟ طوطو انا كنحترم فيه انه نقدر ماشي باغ اكزومبل كاين اللي ما كيتفقش مع الموسيقى ديالو كيقول لك ما كنعرفوش شنو كيقول هادي ولكن طوطو راه عنده واحد الفضل كبير ديال ان الراب المغربي اليوم ولا مكلاسي الاول عربيا وكيقيس العالميه السبب راه هو طوطو يعني طوطو نقدر نقول عليه رابر مغربي عالمي اللي عرف كيفاش يخدم فين كاينه هنا فين كاينه سميتو عرف كيفاش يخدم يعني لسبري ديال ليكيب كل واحد يدير الحاجه اللي كيفهمها كيخدم ما كيحبش ما كيغبرش عارف من اين تؤكل الكتف عارف كيفاش يدير ليها عنده استراتيجي في دماغو ديال الماركتينغ كلشي يعني كلشي عنده هو هذا كلشي بلاصتو هادشي هذا هو سر النجاح ديالو دابا غنقول لك غتختاري ما بين جوج سميات ديال روابا وتقولي علاش ماشي مشكل شكون تختاري ما بين البيك وديزيدروس نختار البيك انا بنت المدرسه القديمه الصراحه وكيج وعرفت والراب عرفته مع البيك عرفته مع مسلم وديزيدروس حتى هو زعما حتى ديزيدروس سيرتو من المتنبي يعني عجبني بزاف وتا هو كان تنتمسك ليه ودري اللي عطاه حتى هو الراب واخا كيغبر حتى هو شي شويه ما تيعرف حتى هو امتى يرجع وكيفاش يرجع حتى هو زعما صفقوا ليه على القضيه مي اختاريت بيك ما بين مسلم والحر مسلم الرسالة ما بين حليوة وطوطو بين حليوة وطوطو نختار حليوة صراحة حيت انا كيف ما قلت لك ديما دماغي كيميل شي حاجة شي شوية اندرغراوند انا شفت الاندرغراوند شوية عند حليوة اكثر ما شفتو عند طوطو ما بين تانية وسنور مشكلة هذه دابا هو عندي انا شي حويجات اللي يعني اللي جمعتهم كون جيتيني في واحد الوقيته نختار سنور مي دابا غنختار طاني حيت عندي شي حويجات اللي ما عارف ما نبارطاجيهمش حسن ما بين طوطو شي حقائق اللي عرفتهم مازال ما بغيتش نبارطاجيهم ما بين طوطو وديزي ما بين طوطو وديزي دروس نختار طوطو حيت عنده الفضل انه كيف ما قلت لك وصل للراب المغربي عربيا ولا كيقص العالميه يعني راه معروف في فرنسا ديزيدروس كيغبر ما ماشي ديما اكتيف سموليكس وشوبي شو شايفين منال ما بين منال بن شليخه وريم فكري اختار منال بن شليخه حيت دارت الراب شويه كي كيجيك الراب اللي دارت منال مزيان كان درت واحد تراك فيتشرينغ مع طوطو وواحد فيتشرينغ مع شايفين تراكات اللي فريمون صدماتنا فيهم وبيناتنا واحد من الاخرى عاوتاني حيت كنا مولفين احنا بالقيطار هكا عرفناها هي تتبان بلي زعما كتبان بلي دوس حتى تفرقعات في خطره واحده ملي درت داك الفيتشرينغ بغيت تشوفيها من بعد في شي اغنيه ديال الراب منال بيان سور انا بغي زعما نبغي البنات يديروا الراب حيت فريمون قلالات وخاص الحضور ديالهم واجب وضروري خاصهم يكونوا في الراب المغربي